من جديد أهلا بكم مشاهدينا والملحق الأخباري. مثل ما عودناكم دائما نسلط الضوء على مجموعة مواضيع مهمة تهم المواطن. بدورنا نحاول أن نوصل صوتكم إلى الجهات المعنية أو إلى المسؤول حتى يعني يكون هناك حل لكل المشاكل اللي يتعانون منها. طبعا اليوم الحلقة خصيصا حتى نستقبل اتصالاتكم على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة أو اللي راح تظهر أسفل الشاشة لكل المناشدات وكل الأمور اللي حابين تتكلمون بها. أكيد إحنا نحاول أن نوصل صوتكم ونسمع كل المناشدات اللي حابين توصلوها. طبعا مثل ما تعرفون الكثير من المناشدات تصلنا عبر قناة سامراء الفضائية. أحيانا يعني ما نقدر نظرا يعني لكثرة هذه المناشدات ناخذ الأهم من عندها ونطرحها بالملحق الأخباري. أما بخصوص كل الأمور اللي حابين تتكلمون بها أو المناشدات أو المطالبات أكيد إحنا جاهزين حتى نستقبل اتصالاتكم من الآن عبر قناة سامراء الفضائية وعبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. ايضا اكيد اليوم حابين نسمع كل مطالب المتظاهرين. طبعا هذا المصطلح والكلام اللي دائما نسمعه في الكثير من النشرات الاخباريه في الكثير من البرامج. اليوم احنا نامل ونتمنى انه اليوم كل المتصلين اللي يتصلون يتكلمون عن ابرز هذه المطالب. ما هي مطالب المتظاهرين او مطالب المواطنين؟ ما هي المطالب المشروعه؟ شنو اللي انتم مثلا رايدين من الحكومه نتحققه؟ وخصوصا احنا قربنا المفروض من الكابينه الوزاريه الجديده واحنا بانتظار اصلاحات جديده. نعم بانتظار امور جديده. نستقبل اول اتصال. الو الو مساء الخير. الو السلام عليكم. عليكم السلام، من ويانا؟ ام علي من الديوانيه. تحياتنا لك يا ام علي، تفضلي. تفضلي ام علي، اسمعك. ام علي تسمعيني؟ ام علي عيني. اي تفضلي 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 اختي تفضلي. قلت عيني احنا يعني قلت عندي هاي المشكله انا دائما اتصل ما حد يجاوبني عليها. انا زوجي كان عسكري وبعدين تحول للشرطه. نعم. وراتبنا كلش قليل. اي. وهسه يعني هسه حتى من عطوا الزياده احنا ما شملونا احنا فيها، يقولون انتم هذا مستفيدين يعني ورثه. يعني الخدمه 37 سنه 350 راتبنا. طيب أم علي أنتم راجعتوا الجهات المعنيه مثلا وزاره معنيه بخصوص هذا الموضوع، شنو كان ردهم؟ رحت انا لاداره التقاعد مال الديوانيه. زين. قالوا لي هذا راتب المتوفي، يعني راتب متوفي زين احنا غير خدمه عنده 37 سنه. اها نعم. والله يا أم علي يعني يا عزيزتي مثل ما تعرفين إحنا يعني بدورنا فقط نوصل الصوت. يعني اليوم أنت صوتك إن شاء الله وصل للجهات المعنية وإن شاء الله يسمعون مشكلتك، وعلى أمل أن إنه مثلا يزيدون راتبكم أو مثلا يرجعون يعني يعيدون النظر بموضوعكم. ومثل ما تعرفين إحنا كل هدفنا وكل اللي نقدر نسويه إنه نوصل صوتك عبر هذا البرنامج. احنا نطلب من الله ومنكم توصلوا صوتنا للناس المختصه والمعنيه بهذا الشيء ان شاء الله. نقف على الايجار ونضل احنا. طيب ان شاء الله يا ام علي، شكرا لك ولاتصالك. اكيد احنا دورنا فقط انه نوصل صوتكم عبر الملحق الاخباري وعبر برامج قناه سامراء الفضائيه. واحنا نعرف انه هي هموم المواطنين كثيره، فان شاء الله يعني يوصل صوتكم الى الجهات المعنيه. ويانا اتصال اخر. الو 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 تفضل. اتصال. ألو. الو تفضل. وليد حسن من السماوة. تحياتنا لك واهلا وسهلا بك، تفضل. بخصوص عندي سلفه 8 ملايين وما طول ذكيك. اخونا اذا ممكن تنصي التلفزيون حتى نسمعك وتسمعنا بوضوح وبالتالي ما ينقطع الاتصال. اخذت قرض وانا عطال بطال ما عندي. نعم. قص التلفزيون. طيب شنو اللي تحب توصله؟
واخذت قرض قبل سنتين ملايين وانا عطار بطال ولي ذكيه وما اعطوني ذكيتي الرعايه الاجتماعيه. زين والله. انت راجعت اذا انت يعني عاطل عن العمل راجعت الوزاره؟ والله عاطل عن العمل وما عندي وعندي عائله. طيب راجعت الوزاره قدمت اوراقك الثبوتيه انه انت عاطل عن العمل؟ اعطوني رقم وتاريخ مال الزكيه، قال تحجز زكيتك ما لك، انت صاحب قرض، القرض 8 ملايين لا يفيدني ولا سوالي اي نتيجه. اها يعني ان شاء الله يا ربي صوتك يوصل يا اخونا، وان شاء الله يعني الجهات المعنيه بهذا الموضوع تسمع مناشدتك وبالتالي ان شاء الله يعني يكون حل لهذه المشكله. شكرا لك، تحياتنا لك. ايضا يعني احنا دائما مثل ما نقول انه هدفنا الاساس ان يكون هنالك يعني تواصل وايصال الصوت من قبلكم او مناشداتكم الى الجهات المعنيه. طبعا احنا اليوم هدفنا انه نوصل هذه المعاناه، الكثير من المعاناه تجينا عبر الاتصالات وعبر مواقعنا على الفيسبوك. الكثير من المواطنين عندهم يعني مشاكل ومعاناة يحبون يوصلوها إلى الجهات المعنية. لا تنسون اليوم أيضا تشاركونا بموضوع حلقتنا لهذا اليوم، ما هي أبرز مطالب المتظاهرين أو المواطنين بشكل عام المشروعة؟ اتصال. ألو ألو، مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا، تفضل تفضل. ألو. تفضل يا أحمد، أهلا وسهلا، تفضل أسمعك. ألو أسمعك يا أحمد، تفضل وصل صوتك ومناشدتك. السلام عليكم. عليكم السلام. ألو أحمد، أول شيء نصلنا صوت التلفزيون لأن راح ينقطع الاتصال وأني أسمعك واضح، تفضل وصل موضوعك. ألو يمكن يبدو أنه ما يسمعني. عندنا اتصال آخر. ألو من الموصل. ألو أهلا وسهلا، تحياتنا إلك. عليكم. عليكم السلام وأهلا وسهلا بيش، تحياتنا إلك، تفضلي. بس توصلون صوتنا شي؟ أي. والله إحنا ما عندنا ولا راتب ولا شيء. نعم. وسجلت بهذه مال المعاقين والله أني بي مرض يعني من هذا الدم. الله يسعدك. الروماتيز كله علاجي كله كيميائي، والبارحة يقولوا لي اسمك ما جاي. هذا الوجبة التاسعة انتظرت وماكو، وجبة العاشرة وانتظرت وماكو، هي هاي بالموصل مستشفى التأهيل، وكل ما نروح يقولوا لنا ماكو، كل ما نروح من شهر التاسع. يعني العلاج الكيميائي ما موجود؟ اي علاجي على الكيميائي كل راس شهر اضرب ابرة 150. نعم. وتعبنا ولا راتب ولا شيء. يعني الله يسعدك يا اختي، امان الله. يعني فد مره والله العظيم حالتنا تعبانه، احنا بيوتنا طيب. ما عندنا لا بيت لا راتب، وزلمتي عنده 7 عجات يسرح ويروح وناكل خاطر، وهذا هو. الله يعينك وان شاء الله يا ربي يوصل لصوتك. اكيد احنا نتمنى لك الشفاء يا اختنا، و ان شاء الله يعني يوصل صوتك. واحنا دائما نناشد وزارة الصحة ان تهتم اكثر باوضاع المرضى، توفر لهم الاجهزة الطبية المتاحة، الادوية الكافية، وان شاء الله يعني يوصل لصوتك ان شاء الله. شكرا لك ولاتصالك. دائما نناشد احنا طبعا وزارة الصحة ان تهتم اكثر بموضوع توفير الاجهزة الطبية والادوية، لان اليوم الكثير من الناس ما مجبورين او امكانيتهم ما تسمح أن يروحون يشترون الأدوية من برا من الصيدليات الخارجية، نظرا يعني ارتفاع أسعارها. لذلك نأمل أن توفر جميع المواد والأجهزة والأدوية حتى اليوم المواطن ما يتعب، نحقق له جزء من الرفاهية. عندنا اتصال. سارة. ألو يا سارة. سارة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا. من ويانا؟ أنا سارة من الثلوج. تحياتنا إلك، تفضلي. الله يسلمك حبيبي قلبي، اشكرك على هذا البرنامج. تدللين، شكرا لك، تفضلي يا ساره. حياتي. عفوا ما اسمع واضح. الراتب مال والدي والدي متوفي. نعم. واختي مستفيده بالراتب. يعني هل المتوفي له حق
مثلا مويه بس العايش. بصراحه انا ما سمعت المناشده، يا ريت تعلي لنا صوتك يا ساره لان ما دا اسمع شيء. الاب الراتب مع والدي متوفي. نعم والدك. اي نعم متوفي، والمستفيده اختي. اها نعم. فمرات الستة مرات ب 325، مرات 315. نعم. طيب فسؤالي هو موجه للحكومة العراقية. يعني لماذا بس اللي عايش يعني يستفيد من ثورة العراق العفو العراق؟ ليش اللي سوته ما له حق؟ أي هذا يعني عائلة المتوفي قصدك؟ نعم. نعم. عائلة المتوفي قصدك؟ اي فاتمنى الحكومه يعني تسمعني تسمعني، يعني هوايه مواطنين يعني ما عندهم يعني الراتب يا دوب يكفي يعني يقول للمواليد ام بعضهم يعني عايشين يعني مثل ما يقول ايجار، يعني اذا وصل ايجار 350 البقيه شاحلون العوائل. صحيح صحيح. طبعا سارة يعني هذا الوضع هو يعني حال الكثير من العراقيين أو وضع الكثير من العراقيين، هي مشكلة قلة الرواتب. فإحنا طبعا دائما نسمع من الحكومة راح تتحسن أو يصعد سلم الرواتب مع يعني حل مشكلة الموازنة، لذلك هو يمكن هذا الموضوع أصبح مقرون بالموازنة. إحنا اليوم نأمل من الحكومة العراقية المقبلة بانتظار أكيد تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة أن يكون هناك اهتمام أكثر لعوائل الشهداء الضحايا المتوفين، لأن اليوم عندنا فئات كبيرة جدا بمجتمعنا هي تعاني الأمرين بسبب قلة الرواتب. عندنا اتصال شباب. ألو يا كامل، السلام عليكم، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا تفضل اسمعك. شلونك؟ والله يا عبد المالك تعبانه كلش، حالته هيك تعبانه. وسجلت فايل منها قالوا لي ما مشمول. انت عاطل عن العمل؟ اي والله عاطل من العمل، اطلع بالعماله يوم احصل 10,000 ويوم ما احصل. ايش قد مواليدك يا كامل؟ ها؟ مواليدك؟ ايش قد؟ مواليدي 86. نعم. هو نعم الله يساعدك اكيد، ويعني هذا حال الكثير من العراقيين انه خصوصا العاطلين عن العمل. وانت مواليدك يمكن 86. الحكومه شرعت قرار من 89 فما فوق هم اللي يستلمون هاي رواتب الاعانه، لكن يعني هنالك تساؤل مهم، الفئات الاكبر يعني مثل حضرتك والبقيه بقيه الشباب شلون بيهم الوضع وكيف بيهم الحال؟ المفروض اليوم احنا من نصدر قرارات حكوميه. شكرا لك يا كامل ولمشاركتك، إن شاء الله صوتك وصل إلى الجهات المعنية. اليوم يعني عتبنا على الحكومة العراقية من يكون هنالك إصدار لقرارات كثيرة تهم الشباب وتحسين أوضاعهم وإعطائهم بعض القروض أو المنح. المفروض أن تهتم أيضا بكل الفئات، ما تقتصر على فئة شبابية أو عمرية معينة، المفروض أن يكون هنالك اهتمام أكثر بالفئات الأخرى ونحسب لهم حساب، وهي مشكلة كبيرة جدا. اليوم هنالك بعض القرارات الفردية اللي نأمل يكون هنالك أيضا إعادة النظر بها وبحال كل الشباب العراقي. اتصال. طيب نشوف المادة ونرجع. تمام عندنا اتصال. أنا حالتي تعبانة. نعم تفضل. خلي يحكي المشكلة. الناس اللي تطعت على عاطلين على العمل واسمي لحد الآن ما نازل، ربعي كلهم سجلوا وياي طلع عندهم. انت مواليد اخونا يا مواليد؟ عندي مرضى ثلاثة بالبيت، حرمتي مريضة بالسرطان. نعم. وغرفتي قبل شهر وقع من فوق الحائط وصار عنده نزل بالدماغ وسويت عملية. نعم. وابني الاخر اكو حديد داخل عينه، سويت 2013 سويت 3 عمليات وما نجحت العمليه. تعاطل عن العمل ما تشتغل؟ اي عاطل عن العمل واي راتب ما عندي. ايش قد مواليدك؟ مواليد 77. نعم الله يساعدك اكيد والله يكون بعونك، ومشكله اذا شخص عنده مرضى يعني. وبيتي تبلش من اثر العمليات العسكريه.
الحمد لله أنا متحجر. طيب يعني إذا بالإمكان يعني تقول لنا شنو أبسط المطالب اللي أنت اليوم مواطن عاطل عن العمل وعندك عائلة مريضة، شنو مطلبك من الحكومة العراقية الجديدة؟ والله مطلب أريد يعني بار عيشة، يعني بار عيشة واحد. أها راتب يعني؟ إيه أريد راتب، أي راتب مثل ما يقول يطلب لي أو مساعدة إنسانية يعني، بس أريد مثل ما يقول أدبر. إيه الله يعينك. يعني بس أريد مثل ما يقول أريد مثل ما يقول يمشي لي راتب العاطل على اسمي زين. نعم. بغداد يعني بقيت أنطوني خطاب فقالوا اسمك وصل لبغداد وانتظر اسمك ولحتى اسمي ما طالب. تمام، شكرا لك أخونا ولاتصالك. للأسف يعني أنا دائما أكرر أنه كل العراقيين تقريبا أو أغلبهم الفئة العاطلة عن العمل هو هذا وضعهم بالضبط. يعني واليوم عندنا يعني يضاف إلى هذه المشكلة أو إلى هذا الموضوع أنه يعني أكو بعض الشباب العاطلين وفوق أنهم ما هم عندهم راتب وكل شيء ما عندهم، عندهم اليوم عائلة مريضة وعندهم أطفال مرضى أو أخوان مرضى، فهاي مشكلة كبيرة جدا. يعني اليوم مين يجيبون تكاليف العلاج؟ وإحنا نعرف مثلا مرضى سرطان أو لا سمح الله غيرها من الأمراض المزمنة تكاليف العلاج تكون مرتفعة جدا بها، فالله يعينهم. وإن شاء الله إحنا يعني أمننا بالقادم أفضل بالحكومة الجديدة أن تلتفت أكثر لمعاناة شبابنا الشريحة المهمة اللي هي هدفها اليوم واللي إحنا أمننا بها أن تبني مستقبل. اليوم شلون العراقيين بني إذا شباب عاطلين عن العمل وإذا عندنا مرضى وإذا عندنا معاناة كبيرة؟ عندنا اتصال شباب. ألو السلام عليكم. ألو ألو تسمعني؟ ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتنا لك وأهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، تفضل. أنا من الموصل والله. أهلا وسهلا، نتشرف. الله يخليك، تفضل. أختي العزيزة، بس على موضوع الغاز، غاز الموصل يعني ناس تعاني معاناة مو طبيعية، يعني الموصل بخص الموصل الناس اللي بيوتها راحت واللي هذا قاعدين مياكل اصلا، يعني ابسط ماده هي الغاز، واليوم تعرض الى موجه برد شديده، صح ولا لا؟ نعم صحيح. نعم. زين مثلا يعني ناشدتوا الجهات المعنيه موجود بالبنزينات؟ يعني ناشدنا حشينا ماكو فايده، ماده الغاز ابسط حقوق المواطن يعني. زين استلمتوا على البطاقة التموينية؟ هو حصة المواطن له حصة كل شيء، يعني ليش ما ينطون الحصة مال؟ اها يعني حتى الحصص مدى تستلموها؟ يعني حتى الحصص المخصصة مدى تستلموها؟ رقم 5 سماء آلاف العوائل ما استلمها. اها آلاف العوائل ما مستلمها، آلاف العوائل ما مستلمها حصة رقم 5. نعم. راجعتوا يعني محطات الوقود؟ راجع منه راجع منه المحطات مثلا المحطات اقرب شيء والمحطات يعني المحطات راجعتوها عن طريق الوكيل عن طريق مسوينها عن طريق الوكيل وكيل المواد الغذائيه طبعا. نعم نعم تمام تحياتنا والله لك. والله رجعناها ما تقولون ما جاء غاز من بغداد موقفينها من بغداد. أها من بغداد تمام شكرا لك تحياتنا لك. احنا نأمل من كل المتصلين ان يعني حتى نسمعهم بوضوح وبالتالي ما ينقطع الاتصال بيننا وبينهم ان ينصون صوت التلفزيون حتى يكون الاتصال واضح تماما. مناشدتك وصلت وان شاء الله يعني يكون هنالك اهتمام اكثر بهذا الموضوع. اذا هي الحصة المخصصة مدى ينطوها واليوم المواطن يجهل شنو عدم صرف مستحقات الحصة من مادة الغاز. إن شاء الله يعني نأمل من المختصين بهذا الموضوع أن يطلعون بتصريح حتى يفهمون الناس بوجود هذه الأزمة. عندنا أحد المواد اليوم اللي حابين نشوفها بالملحق الإخباري اللي تخص المتظاهرين والمطالب المشروعة، وأيضا كان هنالك حديث مهم حول هذا الموضوع، وإحنا دائما نذكر بثقافة التظاهر ووعي المتظاهرين بهذا الموضوع. طبعا أيضا بخصوص موضوع اختيار القوى السياسية
نعم، بخصوص موضوع اختيار القوى السياسية، واليوم مثل ما تعرفون الشارع العراقي ينتظر الكابينة الوزارية الجديدة، ينتظر من رئيس الوزراء المكلف بأن يخرج بكابينة وزارية تحوي على أشخاص كفؤين ومستقلين ومتابعين لأحزاب، وبالتالي حتى نقدر اليوم أن نتابع مطالب المتظاهرين المشروعة. بالإضافة إلى اليوم السيد رئيس المركز العراقي لجرائم الحرب عمر فرحان ذكر بتصريح مهم أنه اليوم الشعب هو الذي يختار الشخص المناسب في المكان المناسب، وهو الذي يختار الشخصية المستقلة. خلينا نشوف التصريح ونرجع لكم مشاهدينا. هذه إساءة للثورة. شلون؟ إساءة للجماهير. شلون؟ إساءة الآن يعني الجماهير كما ذكر ضيفنا الكريم أنه يعني مطالبهم واضحة، لا حزبي ولا يا علي قضايا ولا منتمي لجهة سياسية. من محمد علاوي كان في أحد أعضاء الأحزاب اللي سبقت بالدعوة وغير الدعوة، ما تمام؟ ها؟ وشارك بالعملية السياسية اللي قبل. طيب أنت بدل ما تجيب لك واحد هذا، شوف يعني إلى الآن يعني هذه الحكومات المتعاقبة من 2003 إلى اليوم لم تصلح لإدارة مؤسسة واحدة. ها يعني اترك الشعب، اترك الخيار للشعب. الان الشعب تقول لك انا عندي الناس المقتدرين، الناس اللي الاكفاء، الناس اللي يخافون على البلد، الناس اللي انتمائهم للبلد، الناس اللي تريد تبني البلد صحيح، مو اللي يعني قاعد ينهب من البلد ويبني بلد غيره. الناس اللي قاعد تاخذ من دماء الشهداء في ساحات الثوره حتى تروح تنطيهم في سوريا وفي اليمن وفي غيرها من الاماكن. اكو نقطه هذه كلها يعني هي يعني نقطه سوداء في العمليه ما تسمى العمليه الديمقراطيه التي جاءت بها الولايات المتحده الامريكيه ونفذتها ايران في هذه اساءه. اذا شفنا اليوم بهذه الحلقة يعني اليوم إن شاء الله يعني وصلنا رسالة مهمة للجهات المعنية، أنه مثل ما شفتوا أكثر المتصلين وأكثر المواطنين اللي اتصلوا كان هدفهم هو الرواتب الجيدة، الاهتمام بالوضع المادي للمواطن العراقي. اليوم إذا إحنا مثل ما قلنا نريد نبني صحيح ونبني البلد، علينا أن نهتم بهاي الشريحة المهمة، علينا أن نهتم وندعمهم معنويا وماديا حتى يقدمون لنا ولكم الأفضل. مشاهدينا بهذا وصلنا وإياكم للختام، شكرا لكم وإلى اللقاء.